يا أبناء شعبنا الجنوبي العظيم، لقد حانت اللحظة. من أبو ظبي ودون مواربة أطل حفتر الجنوب عيدروس الزبيدي ببزة عسكرية وعمة إماراتية، إطلالة أذنت بتدشين خيار الميليشيا في مواجهة الدولة، ومقوضة هدنة هشة ثبتتها وساطة سعودية قبل نحو أسبوعين في مناطق التماس بين قوات الشرعية وقوات الانتقال المدعومة من الإمارات في جنوب البلاد. فكونوا على أهبة الاستعداد لمؤازرة قواتكم البطلة في شتى جبهات القتال. في خطاب عيدروس إشارة إلى رغبة الانتقال المدعوم من أبو ظبي في طي صفحة اتفاق الرياض وتأسيس وقائع جديدة قائمة على مغامرة الحرب التي تضع السعودية قبل السلطة الشرعية في المرحلة الأخيرة من اختبار النوايا حيال مستقبل التدخل العسكري للسعودية وأهدافه وغاياته على الساحة اليمنية. الإشارة الأخطر فيما ورد في خطاب الزبيدي أنه أدرج محافظة المهرة التي تقع تحت السيطرة المطلقة للقوات السعودية في إطار ما أسماها النفوذ التركي القطري، والذي قال إنه يشمل كذلك محافظتي شبوة وتعز على حد زعمه. خطاب الزبيدي لم يأتي مصادفة، فقد تزامن مع تصعيد خطير للوضع الميداني في مناطق التماس بمحافظة أبين، وأذن باندلاع مواجهات بدأت بتبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة عند تخوم مدينة زنجبار عاصمة المحافظة. الاشتباكات أفضت وفق مصادر محلية إلى تقدم سريع للقوات الحكومية باتجاه منطقة الشيخ سالم القريبة من زنجبار وطرد قوات الانتقال منها، قبل أن تقرر هذه القوات الانسحاب والعودة إلى مواقعها في مدينة شقرة وقرن الكلاسي. وبالتزامن مع التصعيد في زنجبار، تحدثت مصادر إعلامية قريبة من الانتقال عن هجمات وكمائن تنفذها القوات الموالية له ضد ما قيل إنها إمدادات للقوات الشرعية في وادي الضيقة بمديرية المحفد على الطريق الواصل بين عتق وشقرة. الوضع بحسب مصادر ميدانية متوتر للغاية في ظل اتهامات من الانتقال للقوات الحكومية التي يشار إليها عادة بأنها تابعة للإصلاح بالتحشيد في أبين استعدادا لمواجهة مرتقبة وشاملة. سقف التجاوزات التي يقدم عليها الانتقال يبدو أنه لم يترك خطاً أحمر من تلك التي وضعها اتفاق الرياض بحسب المراقبين، على نحو يقود الوضع في الجنوب إلى مرحلة شديدة الصعوبة على وقع تحديات لا حصر لها، أخطرها جائحة كورونا التي قوضت المشروع السياسي المترنح للانتقال في العاصمة المؤقتة عدن.